بسم الله الرحمن الرحيم، صلي وسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا اللهم علما إنك أنت السميع العليم، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك، اللهم آمين. اليوم يا خامس إن شاء الله تعالى سنأخذ نص الفهم القرائي. حياكم الله معي مع عدادة لغتي الجميلة. طبعا بإذن الله تعالى في هذا الشروح سنتعرف على نص الفهم القرائي. عنوان نصنا جميل بإذن الله له صلة وارتباط بعنوان الوحدة. نستذكر عنوان وحدتنا، أحسنتم مخترعون ومكتشفون. إذا كذلك عنوان نصنا من خلال الصورة المصاحبة للنص نستطيع أن نستكشف أيضا عنوان النص. نعم بارك الله فيكم، أنامل أضاء الطريق أصحابها. إن شاء الله تعالى هدفي أن أقرأ النص قراءة صامتة وأحقق مهاراتها، كذلك أقرأ النص قراءة جهرية وأجيب عن الأسئلة، أنمي لغتي، أكتسب رصيد معرفي ولغوي. هيا بنا صغيراتي. إذن أنامل أضاء الطريق أصحابها. أقرأ النص قراءة صامتة ثم أجيب شفهيا عما يأتي. اقرأ النص صغيرتي وتذكري مهارات القراءة الصامتة، وهي ألا أحرك الشفتين، أنتقل بين الكلمات فقط بالعينين. ممتاز، أستخدم قلم لوضع خط على الكلمات الصعبة. أحسنتم. طبعا هذه أو هذا النص الموجود معنا، هناك ستجدين معجم مساعد للكلمات الغامضة أو المفردات الجديدة. حسنا يا صغيرتي، بعد أن قرأت النص قراءة صامتة أجيبي شفهيا عما يأتي. من أول من ابتكر طريقة للكتابة تعتمد على اللمس؟ ممتاز، بارك الله فيكم، لويس برايل. ممتاز، رائعات. حسنا، ما اسم العالم العربي الذي طور كتابة برايل في اللغة العربية؟ الحمد لله، أحسنتم، بارك الله فيكم. إذن العالم محمد الأنسي. ممتاز، هو من قام بتطوير هذه اللغة. حسنا صغيرتي، اقرأ الجمل الآتية وانتبهي إلى ضبط أحرف الكلمات. اقرأيها. أول جملة، نعم فقد برايل بصره في سن صغيرة عندما كان يعبث بأدوات حادة. ممتاز، ثاني جملة، رائعات، ظهرت عليه ملامح الذكاء الحاد والنبوغ منذ الصغر. ثالث جملة، ابتكر طريقة لكتابة خاصة بينه وبين جنده. ممتاز، بارك الله فيكم. انتقلي إلى النشاط الثالث، أقرأ العبارة الآتية بطلاقة مع التعبير عن العزم والتصميم وقوة الإرادة. إذن حقق القراءة التعبيرية يا صغيرتي بهذه الفقرة. أنا كفيف، ولكن إن لم تتمكن عيناي من إطلاعي على الناس والحوادث والعالم من حولي فلا بد من أن أجد وسيلة غيرها لأتمكن من ذلك. أحسنتم، لا تنسى يا صغيرتي أن تعبري عن العزم. تقضي للنشاط الرابع، أقرأ العبارة الآتية في سرعة وطلاقة مع تشكيل أحرف كلماتها بالحركة المناسبة، بالحركات المناسبة ومراعاة صحة الوقت وسلامة الوصل. أحسنتم، حاول لويس برايل أن يتعامل مع هذه الحروف لكنه كان يشعر بصعوبة الكتابة بها، فسأل والده ذات يوم، لماذا لا تكون هناك طريقة يستطيع معها الكفيف أن يخرج طاقته كلها في الكتابة والقراءة ومتابعة ما يجري من أحداث؟ إن الحروف التي يستعملها المكفوفون تمنعهم من مواصلة التعليم، وبذلك يعاني الكفيف مرتين، مرة من عاهة العمى
وأخرى من عدم القراءة والكتابة اللتين يساعده إتقانهما على تجاوز هذه العاهة. حسنا يا صغيرتي، كل طالب الآن تقرأ النص قراءة جهرية مع مراعاة مهارات. تذكر مهارات القراءة الجهرية يا خامس. أحسنتم، الطلاقة، ممتاز، وضوح الصوت، أحسنتم، قراءة بالحركات، جميل جدا، أحسنتم، القراءة تعبيرية، مراعاة الوصل والوقت، بارك الله فيكم يا رابع. طيب، بعد أن قرأت النص صغيرتي سنبدأ بحل أنشطة هذا النص. أنمي لغتي، أكمل الجمل الآتية بكلمات تناسب المعنى. ألف، حولت طريقة برايل ظلام الكفيف إلى نور وضياء ويأسه إلى، هاي خامس، ممتاز، إلى أمل وتفاؤل. نعم، بارك الله فيكم. إذن أقول إلى أمل، ممتاز، وتفاؤل. بارك الله فيكم. لا ننسى يا صغيراتي أن نضع الهمزة على الواو في كلمة تفاؤل. وحزنه إلى، أحسنتم، فرح وسرور. بارك الله فيكم. إذن هنا أضداد، حزنه إلى فرح وسرور. أشرح معنى الكلمة الملونة معي خامس. أشرح معنى الكلمة الملونة في كل جملة مما يأتي. فقد بصره في سن صغيرة، كلمة سن هنا، أحسنتم، المراد بها العمر. نعم، إذن نقول العمر. طيب، أصابني ألم من التهاب السن فذهبت إلى الطبيب المعالج، أحسنتم، المقصود هنا الأسنان، جميل جدا. طيب صغيرتي، سن القلم مدببة، أحسنتن، أي رأس القلم. إذن انظري لجمال اللغة العربية وثروتها وغناها بالمفردات، كيف أنها كلمة واحدة كتابيا لكنها تختلف في المعنى. أكون كلمات من أسرة كلمة الضوء، إذن معنى خريطة الكلمة هنا، مع الاستفادة مما ورد في النص ونكتبها في هذا المخطط صغيراتي. الضوء، عندك كلمة استضاء، استضاء، وكلمة مضيء، كلمة أخرى، أحسنتم، إضاءة أيضا، جميل، إضاءات، نعم، بارك الله فيكم أيضا، أحسنتم، أضواء أيضا، نعم، بارك الله فيكم، أضواء، أضاء، ممتاز. أقول ممتاز، استضاءات، جميل جدا، استضاءات، وكلمة أضاء، نعم، بارك الله فيكم. أي التعبيرين أدق في المعنى في نظرك ولماذا؟ ظلت الأسئلة تراود بتفكير برايل، ظل برايل يفكر في الأسئلة، أيهما من وجهة نظرك؟ نعم، نقول أحسنتم، التعبير الأول، لماذا؟ إذن نقول التعبير الأول، لماذا؟ نعم، بارك الله فيكم، لأن كلمة تراود محتملة الطلب المتكرر مرة بعد مرة. إذن هذه الأسئلة تكررت على برايل، لم تكن وليدة يوم واحد. أحسنتم،
أحسنتم. إذا نقول لأن كلمة تراود محتملا الطلب المتكرر، إذن هذا الطلب متكرر مرة تلو مرة. حسنا يا صغيرتي، نصنف الآن. إذن الآن أصنف الكلمات إلى صنفين، كلمات دالة على مصطلحات علمية وأخرى دالة على أسماء مخترعات. أمامك الآن هذه الكلمات، نبدأ بتصنيفها. التقنية، أحسنتم، إذن التقنية نقول عنها مصطلح. جميل، التقنية مصطلح علمي. طيب لو قلنا القمر الصناعي، أسماء مخترعات. المجهر، ممتاز، مخترعات. إذن كلمة المجهر نقول عنها من المخترعات أيضا. أحسنتم، الغواصة، الغواصة. طيب لو قلنا عن براءة الاختراع، براءة الاختراع، ممتاز، مصطلح علمي، براءة الاختراع. نعم، إذن هي مصطلح علمي. طيب لو قلنا المختبر الطبي، جميل جدا، إذن المختبر الطبي هذا مصطلح علمي، تقام فيه عدة تجارب هذا المختبر، وأحيانا تحاليل ونحوها. حسنا، الصاروخ، أحسنتم، الصاروخ إذن هو من أسماء، جميل، إذن هو من المخترعات أيضا. التلفاز، جميل جدا، التلفاز مخترعات. الطاقة الشمسية، نعم، الطاقة الشمسية هي من، جميل جدا، إذن أقول من المصطلحات، إذن الطاقة الشمسية هي مصطلح علمي. التجربة المعملية، نعم، مصطلح علمي، إذن نقول تجربة معملية، يعني تقام في المعامل وأنتم تطبقن ذلك في مادة العلوم، التجربة المعملية. طيب صغيراتي، الحاسب الآلي، نعم، الحاسب الآلي من المخترعات. طيب لو قلنا يا صغيرتي المغناطيسية، جميل جدا، إذن هذا مصطلح علمي، إذن المغناطيسية مصطلح علمي. أفهم وأجيب، تأمل الصورتين المصاحبتين للنص ثم أجيب عن الأسئلة. ماذا يفعل الرجل الكفيف في الصورة؟ الصورة الأولى، أحسنتم، يحاول التعرف على ماذا؟ جميل جدا، إذا أقول يحاول التعرف على الحروف البارزة، ممتاز، جميل جدا، إذن هو يحاول التعرف على الحروف البارزة. طيب هل تستطيع تمييز الرموز على صفحة الكتاب ولماذا؟ أنت يا صغيرتي الآن تستطيعين تميزيها؟ نعم. طب لماذا؟ ممتاز، لأن الحروف بارزة.
حسنا، ما فائدة الساعة التي نراها في الصورة؟ هناك ساعة، ما فائدتها يا صغيرتي؟ أحسنتم، تساعد فاقدي. إذا التعرف على الوقت، إذا التعرف على الوقت أو معرفة الوقت. ما الفرق بين ساعة يدك التي الآن تلبسينها والساعة التي نراها في الصورة؟ أحسنتم، الأولى التي نراها في الصورة هي تخص فاقدي البصر. إذا الساعة في الصورة، إذا هي مصنوعة خامس بطريقة خاصة لفاقدي البصر من خلال اللمس ومعرفة الأرقام. إذا التي في الصورة تساعد فاقدي البصر من خلال اللمس فقط. أما التي في أيدينا نحن فهي تساعدنا على معرفة الوقت. حسنا يا خامس، أجيب شفهيا، مما كان يعاني التلاميذ المكفوفون في عند تعليمهم؟ من خلال قراءتك. أحسنتم، بارك الله فيكم، ثقل الحروف. أحسنتم، ما المشكلة التي حيرت برايل؟ هناك مشكلة حيرت برايل. أحسنتم، طريقة للقراءة والكتابة، ما دلائل إحساسه؟ نعم، صعوبة القراءة والكتابة. طيب كيف تمكن من حلها وكيف اهتدى إليها؟ ممتاز، اختراع طريقة برايل من خلال تجربة من؟ جميل جدا، الجندي الذي كان يخاطب الضابط الذي يخاطب جنوده في الظلام. أحسنتم، الضابط الفرنسي. بما امتازت طريقة برايل في تعليم المكفوفين يا خامس؟ جميل جدا، بسهولة الاستخدام. طيب علقي على هذه العبارة، فتحت طريقة برايل أمام المكفوفين آفاقا جديدة حققت آمالهم. تعليقك الخاص. نعم، أصبح، أحسنتم، إذا نقول أصبح للمكفوفين، نعم، أهداف يستطيعون تحقيقها بسهولة مع هذه اللغات. هل تحب أن تعمل مستقبلا في مجال خدمة المكفوفين أنت يا صغيرتي؟ إن شاء الله في المستقبل أصبح عندنا تخصصات كثيرة للتربية الخاصة باختلاف مجالاتها. هل تفضلين؟ نعم. طيب لماذا؟ أحسنتم، لخدمتهم ومساعدتهم. ما واجبك نحو من فقد بصره يا صغيرتي؟ جميل جدا، مساعدته. أحسنتم، إذا ماذا تعلمت بعد قراءتك للناس؟ جميل جدا، طريقة برايل للمكفوفين أيضا. أحسنتم، التعرف على العالم الفرنسي برايل أيضا. تعرفنا على من؟ أحسنتم، العالم العربي محمد الأنصي، من قام بتطوير لغات برايل. حسنا صغيرتي، أكملي الفراغ الآتي بما يناسب حسب المطلوب من صفات المخترعين. إن أردت أن تكوني مخترعة يجب أن تحقق فيك بعض من هذه الصفات. التفكير العلمي أيضا. جميل، الصبر، نعم عندهم قوة صبر، والعمل الجاد أيضا. جميل جدا، شدة الذكاء. أن نقول الذكاء، ليس ذكاء طبيعي، نقول شدة الذكاء كذلك. أحسنتم، قوة الإرادة. نعم يا صغيراتي، إذا نقول عندهم عزيمة وإصرار وقوة إرادة يا خامس، وهذه هي صفات أي مخترع. من فوائد اختراع برايل؟ الاختراع برايل عدة فوائد، من ضمنها جميل جدا طباعة المجلات والكتب والصحف أيضا. أحسنتم، طباعة المصحف الشريف أيضا. إذا نقول طباعة المصحف الشريف، وكذلك أحسنتم اختراع الساعة.
سلمي يا صغيراتي، وعللوا شفهيا ما يأتي صعوبة تعلم المكفوفين قبل اختراع طريقة برايل. كان عندهم صعوبة في التعلم. أحسنتم لثقل الحروف كانت ثقيلة. طيب، تمكن الجنود الفرنسيين من قراءة الرسائل في الخنادق مظلمة ولا يوجد ضوء، مع ذلك يستطيعون أن يقرأوا. أحسنتم، لأنها كانت عبارة عن نقط مرسومة على ورق مقوى، فباللمس تمكنوا من قراءتها. جميل جدا. طيب، اهتمام مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الكريم بطباعة المصحف القليل طريقة برايل. أحسنتم لمساعدة المكفوفين على قراءة القرآن الكريم. طيب، نتبادل الرأي في اقتراح أكثر من عنوان للنص ونكتب العناوين المقترحة. اقترحي الآن عناوين أخرى للنص. ممتاز، جميل جدا، برايل والمكفوفين أيضا. جميل جدا، نقول قراءة الأنامل، عنوان رائع يا خامس أيضا. أحسنتم، فكرة الاختراع أيضا يا صغيراتي. ممتاز، إصرار وعزيمة أيضا. رحلة برايل، جميل جدا. ممتاز، إذن كل هذه عناوين مقترحة. أحدث اختراع برايل تغييرا كبيرا في حياة المكفوفين. أتشاور مع من بجانبي صياغة جملة مفيدة تعبر عن حقيقة وجملة مفيدة تعبر عن رأي حول العبارة السابقة. أكتب كل منها في الحقيقة أو من الحقيقة والرأي في المكان المخصص، بالاستفادة طبعا من قراءتك للنص. قبل أن نكتب نتذكر يا خامس أن الحقيقة أخذناها في الوحدة الأولى وكررناها في الصف الرابع. الحقيقة، أحسنتم، يمكن إثباتها، إذا هي يمكن إثباتها بدليل، بينما الرأي، أحسنتم، يوضح حكمة أو حكمك الخاص أنت. طيب نبدأ الآن. الحقيقة، نعم، نجاح المكفوفين في قراءة الكتب بطريقة برايل، إذن هذه حقيقة. إذن نجاح المكفوفين في قراءة الكتب المطبوعة طبعا بطريقة برايل. والرأي، ممتاز، أقول طريقة برايل جعلت المكفوفين أكثر ثقة، هذا رأيي. أحسنتم، نقول طريقة إذن هذا رأيي. طريقة برايل جعلت المكفوفين أكثر ثقة. نحلل يا صغيرتي. إذن الآن سنقوم بتحليل النص الذي قرأناه قبل قليل. بعد قراءتي وفهم النص، أنصح كلا من واحد من يشعر باليأس والأسى لفقدان بصره. إذن هذا الإنسان فقد بصره فأصبح عنده يأس وأسى وعدم ثقة، كيف تنصحينه؟ أحسنتم، بارك الله فيكم، نقول أقدمي له نصيحة. نعم، الرضا بقضاء الله وقدره، يجب أن يؤمن الإنسان بالقضاء والقدر. وأيضا الإصرار على التقدم، ممتاز. إذن الرضا بالقضاء والقدر والإصرار على التقدم. طيب، يجزع عند حلول مصيبة، من يجزع، مرت به مصيبة لكنه لا يصبر، يجزع عند حلول هذه المصيبة. نصيحة قدميها له صغيرتي،
أحسنتي. الصبر والرضا بقضاء الله. طبعا يا خامس الإيمان بالقضاء والقدر، يجب أن نؤمن بالقضاء والقدر. كيف يتصرف الكفيف إذا احتاج إلى مراجعة سورة من سور القرآن الكريم؟ هذا الكفيف يحتاج أن يراجع سورة من سور القرآن، لكن لم يكن لديه مصحف مكتوب بخط برايل، كيف يتصرف الآن؟ أحسنتم، عن طريق سماع القرآن باختلاف الطرق التي تستخدمها في السماع، إن كانت طريقة الراديو أو المصحف الإلكتروني أو من خلال التلفاز، السماع من خلال التلفاز. إذا نقول سماع القرآن الكريم، ممتاز. معرفة حوادث العالم اليومية، كيف يتصرف إذا أراد أن يعرف حوادث العالم؟ سماع نشرة الأخبار، ممتازة. سماع اليومية طبعا. طيب إذا أراد أن يستزيد أو الاستزادة من معلومات في المجال الطبي والعلمي أو الديني، ماذا سيفعل؟ هو إنسان مثقف. أحسنتم، شراء الكتب العلمية بطريقة برايل. إذن يشتري كل الكتب العلمية المطبوعة بطريقة برايل. إذن هذا هو نصنا، نص جميل وممتع. انتهينا منه يا صغيراتي. ننتقل، احمد الله دائما وجددي الحمد والشكر لله والثناء عليه على نعمة البصر، فلا يشعر بهذه النعمة إلا من فقدها. طيب ننتقل الآن يا صغيراتي إلى أسلوب جميل، وهو الأسلوب اللغوي، التوكيد بكل وجميع. التوكيد بماذا؟ بكل وجميع. حسنا يا صغيراتي، أصوغ عبارات على غرار المثال أو النموذج المعطى مع ضبط أسلوب التوكيد. أولا يتصف المخترعون، عندنا جزئين، توكيد بكل وتوكيد بجميع. يتصف المخترعون كلهم بقوة الإرادة. لو أردنا أن نؤكدها بجميع نقول يتصف المخترعون جميعهم بقوة الإرادة. حسنا يا خامس، نأتي الآن للجملة الثانية. تمتاز المخترعات المنزلية فراغ بسهولة الاستخدام. أكدي الآن. أحسنتم، كلها. حسنا، لو قلنا أشجار الحديقة أكديها مثمرة، أكديها. أحسنتم، أشجار الحديقة كلها، بارك الله فيكم. طيب لو أردنا أن نؤكدها بجميع سنقول أشجار الحديقة، ممتاز، جميعها مثمرة. طيب لو أردنا أن نؤكد المخترعات المنزلية نقول تمتاز المخترعات المنزلية، ممتاز، جميعها بسهولة الاستخدام. طيب هذه جملة المشاركة. أحسنتم، التلاميذ كلهم مجتهدون. التلاميذ جميعهم مجتهدون، أحسنتم. حضر الطلاب جميعهم، أحسنتم، جميل جدا. حضر الطلاب كلهم، بارك الله فيكم. حسنا صغيراتي، أضع في الفراغ مما يأتي الكلمة المناسبة، ضعي كلها أو جميعها. حفظت السورة، هاي خامس، أحسنتم، كلها. طيب غسلت الفواكه قبل إعداد مائدة الطعام، جميعها، ممتاز، بارك الله فيكم. إذا استخدم أسلوب التوكيد بكل أو جميع للتعبير عن أولا كراهية الأخلاق السيئة عند الناس، ممتاز، الأخلاق السيئة كلها مكروهة. إذا نقول الأخلاق السيئة كلها مكروهة
عند الناس. طيب براعة المهندسين في تصميم المبنى، أكدي هذه يا صغيرتي. أحسنتم، نقول المهندسون كلهم بارعون في تصميم المبنى. جميل جدا. إذا نقول طيب جمال اللوحات الفنية، جمال اللوحات الفنية في المعرض، أكدي لي إن هذه اللوحات جميلة. ممتازة، نقول اللوحات الفنية المعروضة كلها جميلة. إذن اللوحات الفنية المعروضة كلها جميلة. طيب من الأمثلة ومن الأسئلة السابقة، ما معنى التوكيد؟ أحسنتم، التوكيد لفظ يقصد به تثبيت المعنى في نفس السامع. أنا أريد أن أثبت ذلك المعنى في نفسك. أحسنتم، التوكيد يكون بكل وجميع لأنه يفيد الإحاطة والشمول. ممتاز، لابد أن يتصل بضمير. إذن هذا التوكيد يتصل بضمير، لا أقول كل فقط وأسكت، يجب أن يتصل بضمير ها أو هم كلهم كلها كله. إذن هذا هو من شروط التوكيد. إذن أعيدي كتابة الفقرة الثانية من النص في دفترك يا صغيرتي، وابحثي عن واحدا ثم ضمنيه في ملف تعلمك. معلومات بسيطة عن جميع الأصدقاء المكفوفين أو عباقرة فقدوا نعمة البصر، أو ما أراه من آثار التقنية النافعة في المنزل والمدرسة والطريق والمستشفى. اختاري واحد من هذه المواضيع وابحثي عنها واكتبيها في ملف تعلمك. وأخيرا هنا نشاط أسري قومي واستمتعي به مع أسرتك. ننتقل إلى الاستراتيجية القرائية، نتعرف فيها على خطوات القراءة المتعمقة. معي يا خامس، إذا خطوات القراءة المتعمقة سنلخصها ونطبقها. إذا خطوات القراءة المتعمقة بمشاركة مجموعة، سنكمل نظام الخطوات الخمس، كلها أخذناها وانتهينا منها. تذكريها الآن يا صغيرتي. إذا أقرأ النص الواحد في كم خطوة؟ ممتاز، بارك الله فيكن. إذا أقرأ النص الواحد في خمس خطوات، نتذكرها يا خامس. أول خطوة أستطلع، ما المقصود بأستطلع؟ وهي أول خطوة تقومين بها. أحسنتم، أقرأ الفقرات، ممتاز، لتحديد ماذا؟ أحسنتم، الفكرة الرئيسية لكل فقرة. إذا نحدد الفكرة الرئيسية ثم ندونها في الهامش. اثنان، ثاني خطوة أسأل، ما المقصود بأسأل؟ ممتاز، أن أحول الأفكار إلى سؤال أو نكتب سؤالا نحن على ورقة خارجية. ثالث خطوة يا خامس، أقرأ. طيب لماذا نقرأ؟ أقرأ النص بتركيز وبانتباه للبحث عن ماذا؟ أحسنتم، للبحث عن إجابات لأسئلتي التي طرحتها قبل قليل، ونعدل إن احتاجت أسئلتي. أحسنتم، أعدل أسئلتي بناء على نتائج القراءة. طيب رابع خطوة يا خامس، نعم أستذكر، يعني الآن سنغلق الكتاب، نجيب من أين عن الأسئلة؟ من الذاكرة. إذن أغلق الكتاب، أجيب على أسئلتي من الذاكرة. آخر خطوة سنقوم بها وهي أراجع. نعم بارك الله فيكم، أراجع إجابتي وأقارنها بماذا؟ أحسنتم، بالناس، لنتأكد أن هذه صحيحة أو لا. بارك الله فيكم يا صغيراتي. إذن الآن نص قصة الطيران، اقرأي يا صغيرتي هذا النص. جميل جدا، يتحدث عن فكرة اختراع الطيران. إذن الآن مشاركة مجموعتي نقوم بالمهمات الآتية: واحد،
نستطلع النص، نحدد الفكرة الرئيسية لكل فقرة. إذا نبدأ الآن بقراءة النص وسنحدد هذه الفكرة، أحسنتم. ثم بعد ذلك بالاستفادة من أفكار النص سنصغو سؤالا، وأخيرا نقرأ النص، نضيف أسئلة، نجيب على الأسئلة من الذاكرة، نراجع لنتأكد من صحة هذه الإجابة، ننظم عملنا في صورته النهائية. هيا بنا يا صغيراتي. إذا هذا الجدول هو الصورة النهائية للنص. إذا سنطبق الخطوات الخمسة. الأول الفكرة الرئيسية يا صغيرتي هي، أحسنتم، الشاب الذي حاول الطيران. إذا هذا هو الفكرة الرئيسية. إذا الشاب الذي حاول الطيران، إذا هذه هي الفكرة. طيب هيا حولها إلى سؤال. أحسنتم، بارك الله فيكم، نقول من الشاب، ممتاز، من يستفهم بها عن العاقل. إذا نقول من الشاب الذي حاول الطيران، الشاب العربي طبعا، ولا ننسى يا خامس نضع علامة الاستفهام للدلالة على أن أسلوبي أسلوب استفهام. طيب الإجابة النهائية من الذاكرة، أحسنتم، عباس بن فرناس. طيب تأكدي الآن بعد أن قرأت النص، الإجابة هي، أحسنتم، نقول عباس بن فرناس. وعلى هذه الطريقة سنقيس الفكرة الفقرة الثانية وكذلك الفقرة الثالثة. هيا يا صغيراتي الفقرة الثانية، الفكرة تتحدث عن، ممتاز، نقول محاولة العلماء في الطيران. إذن هذه هي الفكرة. طيب نحولها إلى سؤال، هل حاول، أحسنتم، هل حاول نقول هل حاول طبعا أنا نضيق المسافة هنا يا صغيراتي، هل حاول العلماء الطيران أو أن يطيروا، ولا ننسى أن نضع علامة الاستفهام. طيب أخيرا الإجابة، أحسنتم، نعم، لكنهم فشلوا. يعني كان هناك محاولات كثيرة يا خامس. إذا نعم لكنهم فشلوا. طيب والفقرة الثالثة، أحسنتم، استمرار الإنسان في محاولة الطيران. إذا نقول استمرار الإنسان في محاولة الطيران. طيب هيا نحولها إلى سؤال، أحسنتم، هل استمر الإنسان، إذا السؤال هل استمر الإنسان في محاولة الطيران؟ إذن هل استمر الإنسان في محاولة الطيران؟ ولا ننسى يا خامس علامة الاستفهام. طيب الإجابة، نعم، فكر وجرب وفشل لكنه لم يستسلم. إذن الإجابة نعم، لم يستسلم. نعم لم يستسلم. إذا إلى هنا يا صغيراتي، هنا باركود في الأخير، أرجعوا إلى بوابة إسهامات العلماء المسلمين لأعرف أكثر عن قصة الطيران. ارجعي ووجهي الكاميرا على الباركود، ستجدين هنا أكثر
معلومات كثيرة عن محاولة الطيران، ستفيدك فيها هذه البوابة. شروحنا لهذا الأسبوع، ألتقي بكم إن شاء الله مع شروح أخرى. إلى ذلك الحين دمتم في رعاية.